أنا أقول يعني المستقبل لهذا الدين، وهذا مو من الحين، من زمان. يعني صحيح. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والعاقبة للمتقين. فالعالم الإسلامي ما يتراجع إلى الخلف، لا، بل يتقدم. ولهذا هم هناك في الغرب يقولون: عجب أمر هذا الدين، إن تركناه يمتد وإن حاربناه اشتد. فهم في حيرة منه، يعني ما يدروا شو يسوون. فالمستقبل للعالم الإسلامي، وفعلا يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخبر: لا يبلغن أمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا في أعظم من هذا. قال: وتفتح روما. هذا شيء كلام، هذا كلام خطير. صحيح. لكن خلاص قضية وحي، تفتح تفتح، مو شرط بالحرب، بالضبط، بالتكاثر. صحيح. والأغلبية. صحيح.